صباح الخير، صباح النور، صباح السرور. كي دايرين؟ صافا بخير. المهم يلا فقنا اليوم بعدا، صبحنا شويه ناعسين. عتال من نهار ما كتجات الكونجي اول مره غادي نصبح ناعسه. عتال قلت لكم كوكو، اول مره نصبح ناعسه صلى 10. المهم فاش نجي مع داك المقلب عليا الوقت كنتخربق في النعاس. عرفتي راه اليومات الاولى ما كتنعس حتى لخمسه سته الصباح، بعد الحمد لله دابا غادي ماشي غادي، راه خاص قز مني تقاد لي النعاس. المهم دابا لقيت هنا ان شاء الله غادي بزاف كنعسوش بزاف. انت زعما بحال انت كتنعسي 70 ساعه، انت ما كتنعسيش بزاف. يلا غادي نهبطوا ان شاء الله نفطروا باش غادي نبداو اليوم ان شاء الله واحد الجوله زوينه زوينه. المهم خاصها تخلص بعيط، المهم خاصها تهضر. نورنا هو المهم خديت اول حاجه بديت بها واحد ديتوكس هنايا، واحد ديتوكس ما عرفتش بان لي غريب. المهم قلت نجربه، واحد السيده كانت قدامي صيبت واحد لاطي حمق لي عجبني، غير انا خففته بالحليب واخا ما كنحملوش، ولكن ما عندي ما ندير. فطور خديت، المهم خديت هذا بحال املو، فكرني في املو مع خبيز هكا ديال القمح والحبوب صافي، وشويه ديال الفرماج بالكمون والفروي. شات زوقات هنايا البانكيك ديالها، درت لهم زواقه نيت ديال القلب حمرات ومسكر، ولكن زوينين كيبانو كيشهيو. ولكن تاكلي هذا هو الاول، قلت لك هذا دابا هذا فطور صحي وهذا فطور غير صحي. هنايا غادي ندير جريك يوغرت معياش مع هاد اللمسه الشهيه اللي هي ديال هذا الكوك الكوكو الكاشيو كنحماق عليهم. دابا يا اختي توقدنا تحلوا لنا العينين جينا مع الفطور الوقت المناسب. دابا ان شاء الله غادي نمشيو اليوم غادي يكون بروغرام شنو فيه واحد المدينه اكيد من اشهر المدن في هولندا اللي هي امستردام. انطلقنا دابا ان شاء الله تقريبا ما بين روتردام وامستردام كاينه ساعه وساعه وربع ديال الطريق. إيه هنايا الملاحظه كيطيروا مع الطيور. هنا في السوق راه ما يمكنش تقول بلاكه ب 80 كلشي غادي ب 100، تقول بلاكه ب 100 كلشي غادي ب 120 130. قلت لها انتما قلت جاني هنايا السوقان كنت كنقول موريال السوقان فيها صعيب. كنتي زون دو كونترول واخا لا هادشي زعما راه من الصباح حنا غاديين في زون دو كونترول. مي كيما قلت لكم كان كيسحاب لي موريال راه فيها السوقان صعيب. طلعت زعما بلجيكا شويه هولندا السوقان فريمون خاصك تحضي، وطرقان جاوني حتى هما عرفتي شي داخل شي شيفته وشي طرقه ما فيهمش كاع الخطوط كيخليوك زعما خذي راحتك شدي الخط اللي بغيتي. الحاجه الاخرى عاوتاني اللي بغي نقول لكم على امستردام، هما راكم معروفين هي مدينه ديال لي بيسيكلات، عندك هي وبروكسل، يعني كيشجعوا الناس بزاف انهم يتنقلوا بلي بيسيكلات على انهم يتنقلوا بالطوموبيلات. هكاك علاش كتلقاو لي باركينغ فريمو غاليين بحال دابا امستردام، وحنا غاليين وحنا غاديين من قبيله حنا كنقلبوا غير على بلاصه اللي يخليو فيها الطوموبيل، اللي كاين دي باركينغ ابتداء من 50 اورو باش تخليها في باركينغ 50 اورو. تخيلوا معايا ارخص ما تقدروا تلقاو 45 اورو، وخاصكم تقطعوا شويه بكري. الا مشيتي زعما في عين المكان سوغ بلاص وبغيتي باركينغ كتقدر توصل حتى ل 65 اورو للنهار، يعني باش تخلي بلاصتك حيت لي باركينغ فيها قلال. وميم لي زوطيل اللي كاينين في امستردام حتى هما يعني كيخلوك يقول لك ضربي على راسك في ستاسيونمون باش يشجعوا الناس يستعملوا لي بيسيكلات ولي ترونسبور بوبليك، يعني ما كيبغيوش الناس يهزوا الطوموبيلات بزاف على ود البوليسيون والجو داكشي. قلنا قبل ما نمشيو لامستردام غادي نجيو واحد المدينه قريبه ليها بشي ربع ساعه سميتها زندام. زندام حتى هي مدينه زوينه صغيره ولكن فيها معروفه بحد المعمار عجيب. ها نتوما فوالا هذا راه حاولت نوريه لكم في الطريق باش تاخذوا فكره. هو فيه اوتيل، فيه دي سونتر كوميرسيال، فيه دي ريستو، فيه دي تيراس، فيه دي مارك. المهم وجا دايرين لي واحد ستيل غزال. المهم ها نتوما تشوفوا واحد الكانال هنايا
كيكونوا هذاك البريدج هكا في بحال واحد الشلال اكيد ارتيفيسيال قادين فيها واحد المنظر واعر. ها انتما نقرب لكم شوفوا على السيت كيفاش داير. شوف هذيك الطيرات اش كيدايره كتحمق. راه بحال واحد الميني كارتي بحال الحي. ها انتما هذا هو لوطيل سميتو زان هوتيل. كاين تما حي راه هو يبان لكم بعيد هذاك حي سكني يعني الناس ساكنين تما فيهم اللوينات هكا وصافي. وانا غادي نضرب لكم الدوره نضرب باش تشوفوا معايا. هنايا راه هي مكتوبه سميت المدينه زاندام ما عرفتش واش كتنطق بحال هكا ولا لا. المهم زاندام وهنايا بلاصه لي بيسيكلات يعني الناس اللي كي هنا هنا اصلا راكم عارفين هولندا ولي بيسيكلات راه كتسمى مدينه يعني سيتي اوف بايكس. عندك هي وعندك بروكسل حتى هي. كاين هنايا بلاصه تران سكه ديال التران كاين الناس اللي كيجيو بالتران. ها انتما تبان لكم من التحت شوفوا بعد الخلفيه كيفاش دايره واعره. شو سكه التران في بعد هذه الجوله الجميله. شوفوا تبارك الله اللي كلها طاقه زوينه وشحنه زوينه. دابا غادي نمشيو نشدوا الرحال باش نمشيو لامستردام وديك الساعه ان شاء الله انتم غادي تكتشفوا معايا اليوم جوج المدن زاندام وامستردام. المهم كلش عندهم دام. هنايا واحد الجاليري شوفوا السقف ديالها كيفاش داير واعرين تريات فنين. هذه اللي بغى يجي هكا. المهم هي جاليري كتبقي غاده فيها وكتبدا تخرجك في الزنيقات. شنو هذا شي حاجه هنايا شنو هي الله اعلم. شوف هذا كيشربوا هنا هذه لا فونتين فونتين دو اللي باغي يشرب. هنايا لي كلاص بحال التيراس اللي باغي قهوات. جينا هنايا شادي الصف ضروري قال لك الا جيتي لامستردام تجي عند واحد مول لا كلاص قديم من 1937 من اقدم اصحاب لي كلاص اللي عندهم في هذا السيكتور هذا. المهم حنا جايين شادين الصف عندنا من نديرو سي ضروري قالنا نجيو نجربو خاصنا نجيو نجربو قاعدين فيها لا كلاص. هو قال لك كلاص عادي يعني ما فيه لا نكهات لا حتى شي حاجه غير كورنو كيديرو لك فيه كلاص عادي زعما فاني ولكن قال لك واعره. ما نقولش لكم الصف شوفوا شوفوا الصف قداش عليه ومازال مورانا راه حنا مقبله حنا واقفين ومحل صغير وعادي. وها انتم من 1937 وحال. شوفوا نوريكم دابا راه قربت نوبتنا نوريكم الكورني ديالو راه هو هذا صافي شفتوه صافي هذاك الشيء اللي كيدير عنده هذاك الكورني بأورو 70 صافي. خرجنا ناخذ الايس كريم لقينا الشتا كتسنانا. المهم هذا هو الايس كريم اللي قلت لكم قال لك هذا اوعر واحد باقي كاع ما طقناه. تجي لهولندا وما تجيش كما نقولوا البلاد ديال الفرماج عندهم محلات كيحمقوا ديال الفرماج. المهم شوفوا هنا كتدخلوا كتلقاو لي بعدا طويصلات ديكوستاسيون ولا اصلا عجبكم شي فرماج نوع معين اي نوع كيقدروا يقطعوه لك ويعطوه لك. شوفوا طويصلات وكيكونوا لي كوردون تهزي اللي بغيتي. كاين عاوتاني هادو الكودا قالت لي اليزا انا بغيت نطق الكودا. وكاينين هادو تشوفوا تشيز ديب بحال طارتيناد ديال الفرماج حتى هما كاينين عجباتك حتى هادو كاينين كتذوقوا منهم تم داكشي واعر. شوفوا هذا كيبان واعر البنات هذا فرماج ديال الخزامه خطير اوعر اوعر فرماج تقدروا تاكلوه خطير. غير على زهر عندي جيت شنو هو فرماج بالكوك الكوكنات تخيلوا معايا لقيته مسالي ما هذا الزهر ما هذا الزهر هذا الجولد هذا ديال الذهب. شوفوا الكاو جولد زوين. اي نوع الفرماج عجبك هما دايرين هنايا بالكامون بالهاليبينيو بالاعشاب اي نوع. هذا دابا اللي غندوقو ديال البيستو اي نوع كيعجبك يقدر يقطعو لك الدوقي قبل ما تقداي. فوالا غندوقو شوفو ثانكيو فوالا ندوقو بسم الله واعر واعر هذا البيستو. اول مره في حياتي غادي ندوق فرماج بالحلبه عرفتي كليتو عيني خرج مع ما عنديش مع الحلبه. أستاذ عندهم دي فرماج واعرين ما عرفتش انا محبش نقدر ندي معاه من كندا انتردي عرفتي راه حواليت على الفرماج ولكن ما نقدرش ندي معاه ما كرهش زعما كون كانت البوسيبيليتي ندي معايا من هنايا الفرماج عندهم خطير اصلا كنت تجي لهولندا وما ديش معاك الفرماج ولكن كندا راكم عارفين
فرماج سمن زبده داكشي كلشي انتغدي باش تدخلوا معاه. هذا سموك تشيز ناري شحال كحماق على السموك تشيز، وهذا بالاعشاب محل رائع رائع رائع. شوفوا هنا دوزي وبقي تدقي مع راسك. شوف هذا بالهربس بالاعشاب والثومه دايرين هنا الا بغيتي ديهم زعما بحال كادو دير قولوا 55 اورو. فيه الاشكال بزاف، كاين هذا فيه ثلاثه. هيا شوفوا دايرين هادو ديال الفرماج واعرين ديال الكوده، انواع ديال الكوده. انا كيحمقني الكوده تشيز، هلا هو من عشاق الابداع اللي بقى فيا. بقى واحد لي انا هو الكوك، فرماج الكوك هو اللي بقى فيا بصراحه زوين. ولكن يا اسف يا اسف انه خدينا غير شي لعيبات هكا اللي نقدر نستهلكم في الشويه ليامات اللي باقي ليا، سينو ما نقدرش نديو معايا. ما كرهتش لو كان نقدر ندي معايا الفرماج لكندا نتبرع فيها اختي، ولكن ما كاينش البوسيبيليتي. ياس انا من الحوايج اللي جاوني غريبين غريبين بحال الشكل ما نعاودش لكم. المحلات هنايا يعني بحال السوبر مارشيات، محلات هكا باغا واقفه تاخدي تاكلي شي حاجه، عندهم كلشي القنب الهندي شي حاجه نورمال. تقدري تاخدي دي كوكيز، هانتوما دي كوكيز ديال القنب الهندي، تاخدي مصطاطات هادو لاليبوب حتى هما بالقنب القنب الهندي، ياك القنب الهندي الكنابيس، البراونيز فوالا، المصطاطات هنايا موجودين، القهوة يلا اللي باغا ترخو ترخى اللي باغي ترخى هنايا كلشي راه ميمكنش. حتى من البوب كورن اللي قليا حتى هي كاينة ديال القنب الهندي. شوف بلاتي أليس شتوهم. شوفوا شوفوا هنايا جميع الانواع يا ساليزا. هنايا القهوه لهذو الكوكيز، المهم داكشي فريمون اتاي. شوفوا جميع انواع تاع اتاي حتى هو هاد البلاك تي حتى هو. شوفوا معايا حتى الليب بالم مرطب الفم حتى هو كاين ديال الكنابيس. شي داكشي عجيب صافي. هنايا هادو ما عرفتش شنو هما، هادو ما عرفتهم شنو هما، شي حاجه ما عرفت شنو واش كتشم ولا ما عرفت شنو هي. هنايا ضروري ما يمكنش نجي شي بلاد ولا شي مدينه ما ناخذوش لي سوفينير. وباش معروفه هنايا هولندا واللي هي بلي توليب، راكم عارفين داك المهرجان الكبير ديال لي توليب اللي عندهم. وباش وبالبليغات، شوفوا لي البليغات هادو واعرين. هاد البليغات هادو معروفين حتى هما عندهم الشري ولات كنقول لهم انا، عرفتي عندهم اشكال وانواع فيهم. شوفوا هادو شحال كبار زوينين هادو بالبورسلين، وكاينين كيسان. هاد الكويسات هادو نمشيو نشوفو الجهه الاخرى لي بورت كلي. نورمالمون كيعجبوني حتى لي ماغنيت، بعض المرات كناخد حتى هاد لي ماغنيت هادو. شوفو الديكورات اللي فيهم، هادو بلي بيسيكلات لان كيما شفتو كل هادي بيسيكلات الناس كيستعملوهم بزاف. شوفو هادي كيفاش دايره غزالين، اللوينات فنين. كاينين هاد البليغات هادو كبار، هادو داير ليهم زوينين صراحة، الثمن ديالهم مزيان بالعود بخمسة أورو. لايلا زوينين خمسة أورو. كاينين لي صغار منهم ثلاثة أورو أونص، هانتوما وعد كاين لي صغيورين ثلاثة. و تي طالع هادو بجوج، و لي بورت كليب أورونس. كاينين هادو لي باك تا هما كبار. يا شربيل هذا على شكل صندوقة، واعرة صندوقة خطير. هادي داير ليه 8، كاينه هادي بسميتها بادي بهذيك الشطاطيبه ديالها هذيك بزاف. الاخر عجبتني هاد البيضه هادي، وحرت بينها وبين هاد لورونج، لورونج تي كتبان زوينه. مار بارتي في محل السوفونير اش كنلقى، كنلقى توني ديال المملكه المغربيه لكره القدم. هادي شي حاجه كتفرح. شوفوا يالله الله يلا ما هي خير. شوفوا لي بانطوفات، بانطوفات هما كيبيعوهم هكا، هادو دايرين 18 اورو. واحد ستاتوي عاتي في واحد الساحه عامره، فاش فكرتكم؟ المهم بنات كازا راه يعرفوا ساحه الحمام اللي كنمشيو نجيبو الضراو الكليون نجلسو ناكلو في الحمام، تماما فكروني فيها الناس جالسين لتحت والحمام كيطرفق منهم. جيت بحال الكانال عندهم هنايا كبير، هو تقريبا بزاف في المدن الاوروبيه كيكونوا عندهم هاد لي كانال، راه معروفين ايطاليا بلجيكا فرنسا كلشي كيكون عندهم هاد لي كانال هادو، كيجيو زوينين كيكونوا فيهم دائما هكا دي باطو الا بغيتي ديري تو. ايوا واحد القضيه لاحظتو مركزتش ليكم في هاد الجوله هادي في امستردام بزاف على الشوارع والازقه، لانه ببساطه راه ما فيهم يتصوروا، كل
كلهم بهذوك الفلاكس، كلهم بهذوك لي درابو ديال الالوان. الوغ ميمكنش بحال الطريقه خياليه ما تصوروش. باغي نرسخ ميم الا دخلتي للمحلات كتلقاي يعني الناس اللي كيخدموا فلاكيت ولا الناس اللي خدامين حتى هما لابسين دي تيشيرت بداك الشيء. كلشي كلشي بارتو سناك عندهم الشوارع الطوبيسات لي مترو كلشي كيصيفطوا دوك دي ميساج باش الناس صافي كيترسخ ليهم هذوك الالوان في راسهم هكا كما كنقولها. ما صورتش بزاف في الشوارع ديالهم هنايا، ما هو عندهم واحد لومبيونس فريمون زوين في المدينه القديمه وفي محلات وداك الشيء. ولكن مهم شوفوا هنايا على منيطر كيفاش داير غزال، وهاد الفريخ داير معنا الصواب شاد معنا حتى هو المنظر. شوفوا هاد العمارات هادو كيفاش جاو نيشان على هاد الكانال هذا. شوف كوكو سيكليت غزاله مصايبينها بالليتيلوك وبالفراشات، جيبين نيشان مع هاد القنطره هادي هكا اللي بغى يجي يتصور حداها. شوفوا شحال الفنه هادي، بزاف دايرين، كاين اللي بالغوش كاين اللي بلورونج كتلقاهم كثارين هنايا في سنتر فيل. حاجة اللي عمركم ما تشوفوها الا في بعض الدول هنايا، ومن بينهم هولندا بلجيكا، انه الا باش تدخلي الحمام كيخصك تخلصي اورو. كاينين بعض المحلات دايرين نص اورو، شي وحدين كيديروا اورو باش تدخلي. شوفوا البارير بحال اللي داخله المطار، هادشي غريب فريمون غريب. هنايا الاشهر متحف ميوزي هنايا عندهم في امستردام، واللي هو مدام تيسو ديال النجوم هوليود واشهر النجوم اللي مصايبينهم بالشمع. ولكن راه عرفتي شوفوا الصف من لهي والصف من لهي. المهم ما تركزوش على لي بيتون راه ما نهضروش عليهم، هادو ما محسوبينش في الصف، كنهضروا على اللي واقفين. المهم حنا نقطعوا نشوفوا الا بانت لنا قضيه هي هذيك راه غادي ندخلوا. خير قررنا نشدوا الصف بحالنا بحال الناس، عندنا ما نديرو. كتقولي ما يمكنش جيتي حتى لامستردام ما عرفتش واش تكتب عاوتاني نرجعوا ولا ما نرجعوش، خصوصا الوليدات جاو جينا كما نقولوا ليها نصبروا غادي نشدوا ان شاء الله الصف. بالنسبه للتيكي كتقدروا تشريهم اونلاين، حنا ما شاريينهمش، ولا كتقدروا تجيو تخلصوهم هنايا. دايرين الكبار 26 اورو والصغار 22 اورو، من مورا 6 كينقصوا يمكن شي 2 ولا 3 اورو كيطيح الثمن. المهم 26 اورو الكبار و 22 اورو الصغار. حدا الدخله كتلقاو ميسي في الاستقبال، انا قلت له بلا ديطايش تما الضفار. شوفوا الضفار انتوما ميسي دايرين هو الاولاني تعدون لهذه التجربه. يلا استقبل. كيفاش مقادين، وشوفوا البشرة، شوفوا اليدين كيفاش مقادينهم، زعما إبداع إبداع. فراسكم أول مرة غادي نشوف لون عينين، مع كنت كنتفرج فيه غير بلون وينوار. كاينه زوجة شريك سميتها فيونا ولا فينا ولا مشات لي سميتها، ها هو جيمس بوند. المهم صعبة دايرين واعرة السكت البلاصة هنايا، ستيج هاكا اللي بغا يتصور معاه. شوفوا هذا، انا ما عرفتش
هنا واحد الصال مغلقه، عرفتي داكشي ديال الاستوديو مع اديل، ودايره لك هنايا الميكرو وكيديروا لك تما واحد ليكرون، كتختاري الاغنيه اللي بغيتي وكتدخلي تطلع الابداع ديالك. المهم انا غادي نتخيل مع سيره كنغني لانه نقدر نريب عليهم المتحف في اي دقيقه. هذه شالو شكون لقيت محبوبة الملايين فرانسيس ديانا. شوفوا هنايا نايكينينا الرؤساء، هذاك ناري هذاك الرئيس العجيب بعد باراك اوباما، وكاين هنايا المفروح الغني عن تعريف ترامب، وهنايا غاندي. اول حاجه جيت صورت اختي مع ديانا كحمق عليها، وجيت دابا حدا انجينا ميربلز جيو نصورو هذا باراك اوباما. شوفوا شحال قداش بنت حداه طلع طويل شوفوا هاد المفروح هذا. المهم هذا خليه هذا بوحدو، واحد الشرجم كبير كيطل على الساحه هنايا. هنايا فين كنا قبيله كندورو داكشي فدوك الزنيقات وداك يعني فين بغيت تقداي ولا تاكلي ولا داكشي كاين تما. هنا حنايا دابا حدا من بومارلي، عرفتي راه واعر كيفاش مصايبين بومارلي، ودير لك هنا واحد التليله ممارس جاز دابا كيتصور فيها. اكيد لعشاقه كثار اللي هو مايكل جاكسون، واخا ملامحو في الاخر ما بقينا عرفناهم كديرين. المهم شوفوا هادشي كيفاش قادين لي، شوفوا الشعر بوكلي عرفتي خطير كيفاش داير هذاك الشيء واعر. شوفوا فوالا هذا الشباب، هذاك ايدي شيران عزاز على الشباب. هذا بوب مارلي ديجا وريته لكم. دابا البرت اينشتاين ومن لا يعرفه، عرفتي كنتفرج في الفيلم ديالو، عرفتي من الافلام الواعرين اللي كنتو عمركم ما تفرجتو فيهم، كنصحكم تفرجوا فيهم زوينين بزاف. هنايا هادي بلاصه الار، عندك فين تجي تكتبي. هذا ما عرفتوش شكون هو، باين شي فنان، شي فنان ما عرفتش شكون هو. ها هي موناليزا، هي اليزا الموناليزا اللي كنتي بغيتي تصوري. سيري تصوري حداها، كنت كتقولي ماما بغينا نمشيو للموزي لوفر باش نتصور حدا الموناليزا. لقيت واحد الملكه عرفتي كتحمق، شوفوا صراحه انا ما عمري ما عرفتها، قريت هنا سميتها كوين ماكسيما، والاخر اللي حدا كينغ ويليام الكساندر. شوف ستاش كيديروا، واه اللبسه كيدايره غزاله. هادي برانسيس بيتريكس، فرانسيس بيتريكس مرسومة، وديرك هنا حتى الكراسي اللي بغي يجي يجلس ويتصور. معين جميع هذوك الأبطال العالميين في الرياضة، ريكو سيباستيان فيتال، هذا رافائيل نادال، هذا خاطر العشاق التنس. بلاصة لي دي جي العالمية اللي معروفين، شو اريس، اريس زعما راه تاهو خدام، اريس زعما راه كيدير لنا الموسيقى. شوف دي جي تيستو، اريز دابا جا عاوتاني عند تياسكو. سير اريز يلا قادين صراحه السيله زوينه. كاين الباك ستيج ديال واحد الفيمس ميك اب ارتست، هذه نورمالمون انستغراموز اللي مشات بعيد ولات كتدير المشاهير. المهم هانتوما هادو دي كابسول ديالها فوالا. عرفتي منين دخلت من الاول والله الا كيسحاب لي حقيقيه، شوفوا كيفاش قادينها. المهم هنايا جيت غادي ندير وجهي هنايا وكنبقى نشوف لي فيلم. لا 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 على ماكياج كي داير.
شوف شي وحده تختاري هنا في فلتر شوفي الماكياج شوف كلشي على هذا الماكياج هذا انا صراحه كيجي معايا السموكي هذا شوف هذا الماكياج جينا واحد البلاصه فيها غير هذوك الهيروز اللي كيحماقوا عليهم كاع الوليدات ايرون مان سبايدر مان المهم غادي نمشيو نشوفوهم شوف سوبر هيروز شوف دايرين واحد البلاصه واعره شوف شوف شكون هذا مشات لي سميتو داك اللي كيكون خضر مشات لي سميتو اليزا عاقل على سميت هذا هالك هالك شوف كيدير واحد البلاصه واعره فريمون زوينه